الصعيد في مصر يعني التاريخ، يعني نيل بيجري من يوم ما ربنا خلق الدنيا، يعني خير وبركة طرحة في كل أرض وكل بيت. وإحنا الصعايدة فرسان جدعان، كلمتنا واحدة وأرضنا أرضنا، وحبنا لبلدنا وأهلنا بيجري في دمنا، بنتولد بيه. حتى اللي مولود مننا برا الصعيد زي كده تلاقيه بيحن الأصل ولازم يجي هنا يزور أهله. بس الزيارة المرة دي غير، الصعيد اتغير، اتطور ياما في آخر كام سنة، شغل يمكن محصلش من يجي 150 سنة. صحيح التنمية حاصلة في مصر كلها، لكن الصعيد واخد حقه ومركزين عليه، والدليل إن دخول مدن الجيل الرابع الجديدة اللي هي أحدث حاجة في العالم على مستوى التخطيط والخدمات وكفاءة وجودة الحياة هيبدأ من عندنا هنا في الصعيد. هنا نقطة انطلاقها على مستوى مصر كلها بافتتاح المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع. أسوان الجديدة لوحدها اتعمل فيها ممشى سياحي وحديقة نيلية ومحلات تجارية زادوها فوق جمالها جمال، ونشطوا فيها السياحة والنشاط الاقتصادي والبيع والشراء، وتفتح أبواب رزق لكل أهل أسوان والمحافظات القريبة كمان، وبيوت كتير مفتوحة على حس الممشى ده وبترزق منه. وكمان أسوان ما عادش فيها مناطق سكنية غير آمنة، والبركة في مشاريع الإسكان الاجتماعي اللي اتعمل فيها فيلات من ورا الخيال، ونادي صحي رياضي على أعلى مستوى، ومسرح روماني للنشاط الفني والثقافي، وده مش بس في أسوان، في إسكان اجتماعي غرب قنا، وإسكان اجتماعي ناصر غرب أسيوط، وعندك كمان مشروعات الإسكان المتوسط زي سكن جنة في المنيا الجديدة، ولسه اللي جاي كمان هيشمل كل المحافظات علشان تستوعب أكتر من 4 مليون نسمة، وهتوفر أكتر من مليون فرصة عمل، ودي مجرد البداية. يعني بإذنك يا رب مستقبل الصعيد متأمن، ومش هيحصل تاني أبداً إنه يتنسي ولا يرجع خطوة لورا. ومش كده وبس، غير إنهم بيبنوا جديد، تطوير شكل الحياة ورفع كفاءتها وجودتها بيتم بالتوازي في كل محافظات الصعيد. المنيا الجديدة وبني سويف الجديدة والفيوم الجديدة وأسيوط الجديدة وإنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، هي صح جديدة بس برضو كل يوم فيها جديد، مشروعات سكنية ومشروعات خدمية، والتطوير فيها ما بيوقفش عشان الناس فيها تعيش أحسن عيشة. والله ارتحت يا واد عمي. هتقولي طب والمدن القديمة؟ مش معنى ان احنا بنبني جديد اننا ننسى القديم، ده من فات قديم وتاه، واهالي اسوان في القلب. التجديد والتطوير في مدن الصعيد القديمة شغال ما بيوقفش يوم واحد في كل محافظات وجه ابني، وعندك كمان مشروعات تطوير المساكن زي سكن توشكا وبيوت النوبة الجديدة وسكن الصحابي في اسوان، وكل ده مخدوم عليه بمشروعات قومية ومشروعات بنية تحتية ومحطات مية وشبكات طرق عملاقة معمولة بالمواصفات العالمية. تخيل بقى ان كل ده معمول عشان، ايوه عشان، وعشان عشان احنا ولاد الصعيد نعيش عيشة كويسة، نعيش حياة بجودة عالية، نسكن في سكن يليق بينا، نفتح بيوت ونشتغل ونكسب ونربي ولادنا ونعلمهم، نخطط لمستقبلهم ونشوفهم بيكبروا واحنا هنا على ارضنا وسط اهلنا. الحلم ده النهارده بقى ممكن لان الحقيقه قدام عينينا بتقول كده. احلى تحيه لكل اهل الصعيد من هنا، ويا رب دايما صعيد منور، الصعيد منور بناسه.